حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في هذه التغطية. وبعد أن دب الرعب في قلوب العراقيين وقضوا ليلة بين خوف وترقب من أن تندلع الحرب الأهلية ويذوق ويلاتها المتوقعة والتي حذر منها العقلاء طيلة الأشهر الماضية، وفعلا انطلق شررتها، لكن كان الدور الأبوي وصمام الأمان حاضرا لحقن الدماء. فمهما بلغت المواقف من تشنج، لا بد من العودة إلى المرجعية التي أوقفت المشهد الدموي الذي أرادت تصويره الفواعل الخارجية وقنواتها الإعلامية طيلة 19 عاما الماضية، والتي لم يجن منها الشعب غير الألم والمعاناة. وئدت الفتنة وساد القانون، والخاسر أمهات ثكلى وجيش من الأيتام. أحداث المنطقة الخضراء انعطافة كبيرة مر بها البلد، كانت بانتظار أوامر وتوجيهات حكيمة لقلع جذور الفتنة التي تخللت بين أبناء البلد الواحد، والتي أريد منها الاقتتال الداخلي لا تخلو من تدخلات خارجية وجهت أهدافها نحو سيل الدماء. لكن الحكمة كان لها الدور الأبرز بالتهدئة التي لاقت ترحيبا كبيرا من قبل الجميع. كان خطاب التهدئة امتثالا لأوامر المرجعية التي تحدث عنها السيد مقتدى الصدر في كلمته الأخيرة، حيث وصفها المراقبون بالموقف المشرف وكلمة تاريخية قد أطفأت نيران التصعيد وإزهاق الأرواح. فالاحتكام إلى صمام الأمان ووتد الثبات المرجعية الدينية هو من جعل الأمن يعود إلى البلد، حتى وإن لم يكن خطابا مباشرا، وبالتالي خيبت آمال الأقلام المأجورة ومن أراد الاستمتاع بسيل الدم العراقي فلا عزاء لهم. كما والاحتكام إلى الدستور له الأثر البالغ أيضا من قبل بعض القادة والزعماء الذين لم يتباطؤوا عن تتبع الخطوات القانونية قبال التصعيد الذي كان للحفاظ على أرواح الناس والأمن قدر المستطاع. فما زالت القوى الوطنية تسعى إلى تنفيذ أحكام الدستور للسير نحو حلحلة المشكلات بعدما بانت جذوة الأمل لانفراجة قريبة. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وبداية نرحب بضيوفنا الكرام في الاستوديو، المحلل السياسي الأستاذ محمد الرباعي. أهلا بك أستاذ محمد، ضيفا كريما. وترحب بكم المحلل السياسي الأستاذ مفيد السعدي. أهلا بك أستاذ مفيد. حياك الله. بداية معك أستاذ محمد، يوم أمس إلى أي درجة كان البلد على شفا الهاوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ بشار وإلى أخي العزيز أستاذ مفيد وإلى جميع مشاهدي قناة الأيام. حياك الله. الحقيقة عاش العراقيون 24 ساعة رعب لم يعيشوها منذ 2003. هذه الساعات التي أصبحت أكثر من سنة، يعني طويلة، ليست 24 ساعة وإنما ساعات كانت متوقفة، ولم لأنه الوضع لا غير معروف، الوضع متأزم جدا، دخل البلد في دوامة العنف، وهذه الدوامة حقيقة أدت في بدايتها إلى ذهاب شهداء من أبناء العراق الغيارة، هؤلاء الذين ثكلت بهم أمهاتهم وزوجاتهم وأبنائهم. هؤلاء حقيقة هذه الساعات لم تنقضي إلا بموقف من السيد مقتدى الصدر بإعلان انسحاب التيار الصدري من داخل مجلس النواب. ولو استمر هذا الحال لا سمح الله لكانت الأمور غير ما حصلت، وكانت الدماء في الشوارع، لأن الوضع كان متأزم جدا. إضافة إلى التأزم الداخلي كانت هنالك بوادر لتدخل خارجي. حقيقة التدخل الخارجي كان مشوب بالخطر، لأن كثير من الدول التي تتربص بالعراق، وخاصة نقولها صراحة الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، كانت لها دور كبير في أن تتدخل من خلال وضعها في مجلس الأمن الدولي، أو كانت مثل ما حصل في 2003 عندما أخذت الولايات المتحدة الأمريكية رغم عدم حقيقتها بالدخول إلى العراق واحتلال العراق. فكانت أيضا الأمور قد تسير إلى هذه الحالة لولا التهدئة، ولولا كانت هنالك بوادر لحل هذا الموضوع. والحمد لله
قد عبر العراقيون هذه المحنة بأقل لكن الخسارة. لكن هل عبر حتى الآن؟ هناك لا. التصعيد ربما تجدد. نعم نعم. بعض التصريحات. إلى الآن نحن قلناها سابقا ونقولها الآن. التهدئة الآن مطلوبة. عدم التشنج في التصريحات مطلوب. لأن أي تصريح متشنج من شأنه أن يزيد النار على على الحطب، إضافة إلى أنه قد يؤدي بالبلد إلى ما لا تحمد عقباه. الآن في أوج الحالة، في أوج أن نتعظ مما حصل في قبل يومين، أن نتعظ بأن نكون في نتنازل قليلا، وخاصة القادة السياسيين يتنازلون قليلا من أجل الوصول إلى اتفاق، ولو اتفاق بسيط من أجل حلحلة الأمور وبالتالي العبور بالبلد. طيب. إلى بر الأمان. سيد مفيد، أحداث أمس هل فعلا كانت أخطر من أحداث داعش كما وصفت من بعض الجهات؟ نعم، تحية طيبة لكم جميع مشاهديكم الكرام ولضيفك الأستاذ محمد. طبعا كانت أخطر من داعش بمرات عديدة، لأن اليوم داعش هو عدو واضح للعيان، لكن هاي اليوم المشكلة هي مشكلة تتحول إلى مسألة صراع اجتماعي وتنافس اجتماعي. وأيضا اليوم الموجودين في داخل الخضراء هم ذاتهم جارك وأيضا من أرحام الموجودين خلف أسوار الخضراء، وبكل الأحوال هم والطرفين يريد بالذات هو إصلاحات حقيقية العملية السياسية، والأخذ ينفخ بالنار الإعلام الأصفر وبعض الأجندة المخابراتية. ربما كان تحذيرنا من وجود هو الطرف الثالث من يطلق الرصاصة الأخيرة. وإطلاق الرصاصة اللي هي بدأت منها الشرارة هي ستعاقب الطرف على حساب الأطراف الأخرى وتجهض كل المطالب اليوم الموجودة، وهذا ما يريده. لكن نقول رأفة الباري ولطف المرجعية والرعاية الأبوية، ولا ننسى دور السيد الصدر الذي ولو جاءت متأخرة لكن خير من أن لا تأتي بهذه المبادرة. لكن علينا أن نسأل اليوم على ماذا خرجت هذه المظاهرات ودخولها الثورة الفائضة ودخل والغضب داخل القصر الجمهوري واقتحام المنطقة الخضراء بكامل تفرعاتها وأروقتها، على من ولماذا وكيف؟ نفس الوقت هاي أسئلة نطرحها حتى نجد لها إجابة. تظاهرات الإجابات كما يطالب جمهور التيار الصدري. نعم، لم يحدث والقيادات التيار الصدري بهدف مكافحة الفساد، تأمين خدمات وغيرها، وأغلب لا أنا أقصد نعم هي تظاهرات موجودة شعاراتها واضحة. نعم. لكن هذه الشعارات الواضحة لابد أن تأخذ السياقات القانونية والدستورية. أنا غايتي أوصل إلى هدف أساليب سلمية كما أكد. نعم. سماحة السيد. بلي، أنا غايتي أوصل إلى هدفي اللي هو التغييرات الذي نعم. أطلقوها، وربما كل الاتفاق حتى الإطار التنسيقي بالمناسبة إذا ترجع بعد إعلان نتائج انتخابات هو طعن في نتائج انتخابات، قال لابد إعادة الانتخابات. طيب. وطالب بإعادة قانون الانتخابات والمفوضية وتعديل الدستور وتعديل وترميم العملية السياسية والنهوض بها، حتى طرق الموضوع أن نسير بالعملية السياسية لمدة سنتين. طيب. وبعدها كمرحلة انتقالية لحين ما إجراء هذه التعديلات وننطلق إلى بداية تأسيس مرحلة جديدة من العراق الديمقراطي. هذا كان ما يراد، لكن لا أعرف في السبب كيف وصلت هالمرحلة. هل يمكن هذه المطالب يمكن الوصول إليها بالحوارات بمفاوضات بطرق دستورية وقانونية؟ لا، أنا أقول هي هذه الثورة اللي غضب اللي صار مساء يوم الاثنين هي كانت بسبب فقدان القيادة، ريموت القيادة اللي كان لدى جمهور باعتزال السيد الصدر. طيب. ولم يوجه باتجاه خليفة أن يخلفه ويقيد ويقود عفوا هذه الجماهير باتجاه الأهداف المنشودة والمطالب المعهودة. ونفس الوقت حتى اللجنة والإطار التنسيقي المنظم للتظاهرات أيضا انسحب وغلق كل الأبواب، فأصبحت هذا الجمهور إلى أين يذهب؟ فأصبح الجمهور قد ذهب بمجرد أن يريد أن يشفي غليلة. لا ننسى هي هذا الجمهور أيضا كانت بعض الجماهير اللي نزلت غاضبة على بيان السيد الحائري الذي ربما استفز التيار الصدري وكل أعضاء وقد جردهم بعض الشيء من بعض المسؤوليات الشرعية. لكن بعد ساعة أو ساعتين من هذا الغضب لابد كان أن تأتي المبادرة سريعا حتى نحقن الدماء الذي سالت في داخل الخضراء. طيب. وللأسف هي مرت ليلة الجمهور عصيب على الشارع العراقي. يمكن السيد مفيد أستاذ محمد، يعني الجمهور قد يخطئ يندفع، القيادات أيضا أحيانا تخطئ أو تندفع مهما كانت رصينة، لكن
هنا إلى أي درجة من المهم التمسك بالمرجعية بوصفها هي صمام الأمان للعراق والعراقيين؟ سيد بشار، مثل ما تفضل الأخ العزيز أستاذ مفيد، يعني كان الجماهير كانت محتشدة داخل القصر الجمهوري، كانت بحاجة إلى قيادة. لو كانت هنالك قيادة، نعم السيد مقتدى الصدر انسحب سياسيا، لكن نحن نعلم أن قيادة التيار الصدري ليست فقط السيد مقتدى الصدر، في هنالك قيادات أخرى موجودة. لو أن السيد مقتدى الصدر في حينه أعطى صلاحيات إلى اللجنة السباعية اللي كانت مشرفة على عملية دخول المعتصمين إلى داخل مجلس النواب، موجودة، شكل لجنة، هاي اللجنة السباعية كانت تعمل إلى آخر لحظات. عندما انسحب السيد مقتدى الصدر من العملية السياسية انسحبت اللجنة السباعية. لو كانت اللجنة السباعية باقية على عملها كان ما أعتقد توصل الأمور إلى ما وصلت إليه. طيب، كان هناك اللوم أيضا لا يلقى فقط على التيار الصدري، كذلك يلقى على الإطار التنسيقي، العديد من القوى السياسية، قوى سياسية أيضا أخرى، القوى السنية، السيادة، القوى الكردية، نعم. حتى القوى السياسية أو الجمهور المقاطع اللي يسمى بال 80% للعملية السياسية وللانتخابات مقاطعين أيضا يتحملون جزء من هذا اللوم. كل السياسيين، كل السياسيين دون أي استثناء كانوا هم مسؤولين عن ما حصل، لأن هنالك كانت أكثر من فرصة لعملية ترميم البيت السياسي الشيعي. نعم. كانت هنالك فرصة لأن يكون هنالك تقارب في وجهات النظر، كانت هنالك فرصة إلى عدم التشنج وإلى عدم أخذ المبادرات المتشنجة، ومثل ما يقولون يبقون على يعني على جبالهم العالية. كان المفروض أن ينزلوا قليلا، لأنه لو وضعوا مصلحة العراق أولا ومصلحة الشعب العراقي أولا لما وصلنا إليه. لكن للأسف الشديد كل الأطراف السياسية، كل الأحزاب السياسية، كل الكتل السياسية، كلها كانت تعمل من أجل المصلحة الشخصية وليس من مصلحة الشعب. فلذلك ما كان هنالك قرار واضح وقرار صريح بالتفاعل مع الطرف الآخر، إلى أن وصل بالطرف الآخر والتيار الصدري إلى أن يقوم بهذا العمل الذي حصل في يوم 29 مساء يوم الاثنين. لا. يعني كان المفروض السيد مقتدى قالها صراحة، يعني قالها بأن التظاهرات تظاهرات سلمية، وأنا عملت على سحب هذه لأنه دخل السلاح، والسلاح هدفه الأول هو قتل الأبرياء إذا من الطرفين. يعني هل معقولة يعني التيار الصدري يضرب القوات الأمنية أو الحشد الشعبي أو وما يردون؟ ما معقولة يعني. فلذلك هذه العملية هي اللي أدت إلى أن تصل الأمور إلى هذا الحد. لكن لو أن الطرفين يعني الإطار التنسيقي كان مهدئ الأمور والتيار الصدري مهدئ الأمور ما وصل إلى ما وصل إليه. طيب، نقطة مهمة بحسب ما أشار السيد مقتدى الصدر بتوجيه الشكر إلى القوات الأمنية والحشد الشعبي، ما مدى أهمية ارتباط الحشد الشعبي بالسلمية في هذه الأحداث يوم أمس؟ نعم، أو أول أمس. نعم، شكر القوات الأمنية والحشد الشعبي، وشكر حتى القاعدة عن القوات المسلحة بحد ذاته. يعني إذا أريد نبحث في جزئية الحشد الشعبي، ربما كان بعض الاتهامات الموجودة من خلال الشعارات واتهام بعض الفصائل. سمحت السيد مقتدى الصدر فند هذا بتوجيه الشكر لهم. بلي، بالتالي هو حتى بالتالي الأجهزة الأمنية كانت جيش أو شرطة بمسميها الثانية أيضا وجه لها الشكر. لكن ماذا سيد مفيد، ماذا لو كان هناك تدخل من قبل الحشد الشعبي؟ لا، الحشد ينأب نفسه، يعني الدخول مثل هكذا، هناك يحترم إرادة ويحترم القوانين الداخلية للدولة العراقية. يعني الأمن الداخلي هو مناط بقوات، يعني قوات مختصة في حماية المنطقة الخضراء. نعم. هذا جانب، والجانب الآخر الأمن الداخلي مناط في وزارة الداخلية، ونفس الوقت هو الطرف الآخر بما هو يشعر بالروح الوطنية، وأيضا لا يريد أن يذهب باتجاه أن تكون هناك صدامات واسعة ولا يمس جوهر هذه المؤسسة المقدسة الشريفة التي حررت العراق، ولا زال هي اليوم ذات الغول الذي يخيف، ولا الأعداء لا يستطيع أحد أن يمس العراق بوجود
هذا الكيان المبارك في الجسد العراقي، هو مختص في مكافحة الإرهاب. الموجودين ليس بإرهاب، الموجود مجرد ثورة أو غضب جماهيري دخل وخرج وانتهى كل شيء، لكن للأسف على الدماء الذي حصلت والذي سالت في تلك الفترة. هنا اليوم علينا اليوم لا أن نبقى ندير في دائرة ماذا حصل، بقدر ما نستثمر الفرصة اليوم والوئام الموجود ونفوت الفرصة على القنوات الصفراء. لاحظنا بعد يوم أمس محمد صالح العراقي أو وزير القائد بدأ بتصريحات ربما هي غير مقبولة بحد ذاتها بوصف الإطار بهذه الأوصاف الغير لائقة. نفس الوقت علينا أن نستثمر هدوء السيد الصدر ونستثمر كل المبادرات اللي نزلت للشارع بالتهدئة. طيب يعني ما جرى سيد مفيد، لكن نعم. يبدو من كلامك أن المخاطر ما زالت قائمة من عودة هكذا. أنا أتوقع الصدام سيكون ربما بشكل آخر، يعني ما بعد زيارة 40 زيارة 20 من صفر ستكون هناك شكل آخر من شكل الصدام. هذا الشكل والنزول إلى الشارع سيكون باللباس مدني ليس باللباس حزبي كما نسميه أنت منصار تيار صدري وطالعين. نعم. اليوم هذا الحراك، وأيضا هناك بعض المعلومات تقول لملمة شتات ولملمة إعادة تنظيم التظاهرات اليوم الموجودة، لكن بلباس آخر ليس بلباس حزبي بقدر ما يكون بلباس أكثر مواطنين. إذن هذه المخاطر ما زالت قائمة. هذه المخاطر لا زالت قائمة، لكن جت أزهل الفترة الحالية. كيف تذهب هذه المخاطر؟ الفترة الحالية هاي فترة الدفع بالعملية السياسية والتهدئة اليوم الموجودة. يجب أن بالأول أن يضغط الإطار التنسيق على الكرد لم تخرجوا لفترة محددة زمنية محددة يلزمهم، لم تنزلوا بمرشح سنحن نختار مرشح من الكرد ونتفق عليه. كذلك مع الزام السيد الحلبوسي وفق طيب. يأتي 50 نائب لعقد جلسة. هو الإطار ما زالت متمسكة بقضية تشكيل حكومة، هل ما زال مرشحهم السيد محمد الشياع السوداني؟ نعم أنا أكمل لك الفكرة. نعم. السيد الحلبوسي إذا ما تعلن عن الجلسة ضمن النظام الداخلي الخمسين نائب يعقد الجلسة، يحضر النص زائد واحد يستبدل رئيس مجلس النواب حسب النظام الداخلي. نعم. هو عليه أن يشعر خطورة الموقف، يعني من بداية الأزمة اللي أغلقت اليوم هو جمد العمل، إذا هو شريك جزء أساسي من الأزمة عليه أن يكون. هو يقدر عنده حل آخر؟ لابد أن يكون جزء من الحل. لا لاحظنا بيان ربما يطمئن الشارع ويطمئن الجمهور الموجود أن يكون السياقات الدستورية والقانونية الذي مطالب الجمهور تكون عبر السياقات القانونية والدستورية. نعم الإطار التنسيقي ماضي باتجاه تشكيل الحكومة، لماذا؟ هو ليس طمعا بالمناصب. طيب. طبعا بقدر ما يكون هي لإصلاح وتنفيذ مطالب المتظاهرين الذي هو نادى بها من قبل. أه. واليوم نادى بها. ونفس الوقت طيب. مرشح السيد محمد الشياع السوداني وربما كان هو مرشح السيد الصدر في حكومة الكاظم لأحد الوزارات قد رفض الرجل. اليوم كل أجمع لا نرى بيان استنكر وجود وأشكل على كيان السيد محمد الشياع السوداني سوى أنه كان جزء من حزب الدعوة أو جزء من المالكي. طيب. مكان السيد جعفر الصدر هو جزء من المرشح من دولة القانون وفاز بمقعد من دولة القانون وذهب، لما كان كثير من المرشحين هو دخل في أحزاب لكن أعلنوا استقلالتهم وانخرطوا وأصبحوا مستقلين. طيب هذا من كلامك سيد مفيد أن هناك تمسك بالمواقف حتى الآن من أغلب القوى السياسية، هذا يؤشر بأن المخاطر ما زالت قائمة. أستاذ محمد، هل نكون إزاء هذه المخاطر بحاجة إلى التمسك أكثر بالمرجعية وحكمة المرجعية من أجل العبور بالمرحلة هذه إلى بر الأمان؟ قبل ما أجيبك على سؤالك حقيقة، يعني الموضوع تعليق جلسات مجلس النواب أنا أعتبرها خطأ فاضح وخطأ كبير جدا. لو كانت هذه الجلسات رغم كل التشنجات ورغم وجود المتظاهرين داخل مجلس النواب العراقي، كان الأجدر برئيس مجلس النواب العراقي أن يعقد ولو جلسة واحدة، وهذه الجلسة قد تحد من خلال الطروحات التي سوف تطرح داخل مجلس النواب العراقي حتى يعرف المواطن العراقي، حتى يعرف المتظاهرين ماذا يريد الطرف الآخر وماذا يريد مثلا التيار الصدري. كل اللي حصل هو أنه علق الجلسات وبدأت التصريحات، كل نعم. كان يغني على ليلى، كل واحد يطلع بقناة معينة يصرح تصريح، وهذه التصريحات هي كلها غير حقيقية، لأنه الإطار كان لديه آراء والتيار الصدري لديه آراء. كان من الممكن داخل مجلس النواب العراقي، داخل قبة مجلس النواب العراقي أو في أي مكان آخر من الممكن أن تقارب وجهات النظر.
يعني التيار الصدري رغم انه خارج العمليه السياسيه وخارج البرلمان، لكن من الممكن الموجودين من داخل الاطار والمستقلين، وايضا ونحن نعلم ان هناك تحالف بين الاكراد وبين محمد الحلبوسي وبين السيد مقتدى صدر، من الممكن هذا التحالف انتهى بانسحاب الكتله الصدريه من البرلمان. ما يخالف، بس بقوا لهم ارائهم. هذه الاراء قد تكون قريبه من اراء السيد مقتدى صدر، وقد طيب يقتنع بها السيد طيب مقتدى طيب صدر. انتم تتحدثون عن اجراءات قانونيه واجراءات دستوريه لحل هذه الازمه، وهذا راي اغلب القوى السياسيه الموجوده لحل هذه الازمه، لكن هذه الاجراءات القانونيه والدستوريه مو قد تكون مستفزه للتيار الصدري، وبعد يعني ما جرى من احداث اول امس وامسه وبعد درء هذه الفتنه، هل اصبح الركون الى الحوار ما بين القوى السياسية خصوصا مع التيار الصدري أصبح ضرورة ولا مناص عنها؟ ضروري جدا، يعني لا يمكن استبعاد التيار الصدري من أي محادثات، من أي جلوس داخل في أي مكان على يعني تقارب بين الأطراف المعينة. هذا مهم جدا، لأنه أنت تستبعد كيان كبير جدا له جمهوره. لا يمكن يعني هسه على سبيل المثال مثل ما قال الاستاذ مفيد، يعني لو ان الاطار التنسيقي سار على ما يخطط له من اجل دفع رئيس مجلس النواب على عقد جلسه، وهذه الجلسه سوف يتم خلالها ترشيح السيد محمد الشيع السوداني رسميا، او قد يكون هنالك اتفاق بين الاكراد والمرشح مرشح. طيب المهم هو احنا اللي هذا هذه نقوله. هذه كلها بحاجه الى الحوار، لكن تتوقع التيار الصدري راح يتعاطى مع دعوات الحوار بعد المعطيات اللي حدثت؟ اذا كانت الدعوات حقيقيه تصب في خدمه الشعب العراقي، لانه التيار الصدري هو يعني كل اللي صار هو ان يعيد الامور الى طبيعتها، القضاء على الفاسدين، تقديم الخدمات للشعب العراقي، كثير من الامور اللي يريدها الشعب العراقي كان ينادي بها التيار الصدري. فاذا كان هدف الاطار التنسيقي من اجتماعاته او من ترشيحه او من الجلسه اللي راح تحدث هي في خدمه الشعب العراقي، انا اعتقد ان يكون هنالك تقارب بينه وبين التيار الصدري. طيب سيد مفيد، بعد المخاطر اللي خاضها البلاد او خاضتها البلاد طيله اليومين الماضيين، هل ممكن ان نشهد دور اكبر للمرجعيه الدينيه في النجف الاشرف؟ شوف المرجعيه لا اذا نشكها في الماراثون السياسي، ربما هي لكن وضعت تكون اكو مخاطر المرجعيه تقول نعم كلمتها عندما تكون تخرج عن السيطره ولا يوجد اليوم. لو كان التظاهرات قد صدر بيان من الاطار، من كل قيادات الاطار المحترمه، من التحالف الكردستاني بقياداته المحترمه، من تحالف السياده، لو اي مواطن عراقي، وكانت تصحى كل كثير ومنادات بالتهدئه ودم العراقي، لكن المقابل لم يكترث لهذه التهدئه الا بوجود قائد وريموت التظاهرات الموجوده، ومن يعتقدون به فقط السيد الصدر كان هو في هذه المصيبة. المرجعيه عندما وصلت الى نقطه الصفر في واقع العمل السياسي ووصلنا الى الطريق اللي هو طريق الفوضى، تدخلت وبكلمات بسيطه اقنعت السيد الصدر من خلال مرسولها، وكانت هذه النتيجه اللي لاحظناها هو الانسحاب الكبير. ونشكر السيد مقتدى على تربيه الراي المرجعيه ورايها في هذه اللحظه. اليوم لا اريد ان تكون مرجعيه ندخلها في هذا المجال، هي اجت حطت اركان رئيسيه، هو نظام ديمقراطي طيب، نظام انتخابات ودستور وقانون. هذه نعم لا ليس تكون بهذا الشكل الجامد، هذه ثوابت العمليه السياسيه، لكن الثوابت هل تبقى ثابته وجامده بمتغيرات المرحله؟ لا ننسى ايضا النقطه الاخيره اللي هي ركزتها المرجعيه الحشد الشعبي الموجوده اليوم يعتبر عمود فقر العمليه السياسيه. هذه الثوابت علينا ان هي قابله للتغيير، ما دام هي العمليه السياسيه مبنيه على التغيير فلا بد ان تتغير، ونفس الوقت ان نذهب باتجاه هي التعديلات الدستوريه، وهي ربما هي النقطه الجوهريه في هذه المرحله اللي هي لا عندنا اليوم ثلاث محافظات هي متفقه كما كانت في عام 2004. اليوم اذا تروح على الخارطه الكرديه خارطه هي غير منسجمه، واذا تروح على الخارطه السنيه فكذلك هي غير منسجمه، وكذا الخارطه الوسط وجوبها غير منسجمه مثل ما كانت في تلك الفتره. طيب. فهذه النقطه هي نقطه يجب ان نستثمر هذه النقطه الايجابيه
وايضا نستثمر الهدوء الموجود، لا طيب. من خلال التقليدات طيب. والتعصبات ان نبني دستور يبني لي المرحله. اذا بهذه العقليه الدستور موجود، ربما هو بحاجه الى تعديلات او بحاجه الى او شوفت نقطه مهمه وتطبيق الدستور بشكل حقيقي. نقطه مهمه في لو يفعل بس هذه هي المدد الزمنيه تنظيميه او حتميه حتكون، وماذا يترتب على من يخترق القوانين او الفقرات الدستوريه. بس المده الزمنيه كما يرى الاكراد او الحزب الديمقراطي الكردستاني ان الدستور ما به مشكله، لكن الاطراف السياسيه اللي ما ملتزمه بتطبيقه. لا قلت لك هي مثل تشكيل الحكومه مثل ماده 76 ترشيح مثل تكليف رئيس وزراء خلال 30 يوم، ويكون من عقد جلسه البرلمان الى انتخاب رئيس لمجلس النواب خلال كذا يوم. هذه الايام والمدد الزمنيه الموجوده تفسر هل هي تنظيميه ام مدد حتميه؟ هاي نقطه. والنقطه الاخرى ماذا يترتب من اثر قانوني ودستوري على العمليه السياسيه من خرق الفقرات للمدد طيب الزمنية. هنا ياتي دور المحكمه الاتحاديه، واليوم هناك دعوه مقدمه امام المحكمه الاتحاديه. هي مدد تنظيميه ليس يعني غير، لكن هناك دعوه مقدمه امام المحكمه الاتحاديه بخصوص قضيه حل البرلمان. تعتقد ستلتزم الاطراف السياسيه المختلفه بقرار او حكم المحكمه الاتحاديه مهما كان؟ اليوم احنا ما قلنا هي اس المشكله، احنا بدينا نتجاوز على المدد الدستوريه وعلى اصل اللي هو ليس منزه ومعصوم. هذا الكتاب وضعناه كتل سياسيه وضعتها في مرحله. لا يوجد فقره دستوريه، احنا العلويه للدستور. نعم. هناك بعض الفقهاء القانون قالوا القانون يقول كذا والنظام الداخلي، مو هي العلويه للدستور يا عزيزي. فلا يوجد ماده دستوريه اللي هي تفسر على ظهر المحكمه الاتحاديه، وردت الدعوه حسب مصادر والانواع التواردت قبل ساعات بان ردت الدعوه، لان لا يوجد ليس لديها صلاحيه بحل مجلس النواب في الظرف الحالي. واذا ذهب رئيس المجلس الوزراء حسب الماده 64 من الدستور بحل مجلس النواب، فهو باب الطعن سيكون موجود، اللي هو هاي حكومه هي حكومه تصريف اعمال، مهمتها واحدة اثنين ثلاثة، مو مثل ما أقول الحكومة منتخبة وكاملة الصلاحيات أو ضمن انتقالية. لماذا نريد أن يعقد مجلس النواب؟ يعقد مجلس النواب جلساته اللي هي قانون انتخابات يتفق عليها الجميع، وقد اتفق ربما لإطار التنسيق أن يكون التيار الصدري جزء من الاتفاقات الموجودة والقوانين المهمة الجوهرية في تعديل العملية السياسية، باعتبار أن التيار لحد الآن ماذا يقعد مع التيار حتى يتفقون على هذا القانون؟ هذه طبعا التيار شبه متفق عليها، لكن هو اليوم يريد أن يكون يقنع جماهيره بأن احنا دخلنا وطينا دم مقابل هذا، هم نرجع نقعد هم مع الفاسدين. إناس سيد هم كان ربما في حرج بأن هو يدعي بأنهم فاسدين بعد ادعائه، ام يجالسهم ام شلون يناصر، فيعني لديه من المخارج. لكن هو واضح عداء او مشاكله مع اي من الاطراف، مو كل الاطراف اللي اطار التنسيق عنده مشاكل. تفضل. يعني اضيف على كلام اخي العزيز الاستاذ مفيد، يعني هو ما خرق الدستور، خرق الاحزاب والكتل السياسيه المنضويه تحت مجلس قبه مجلس النواب العراقي. وايضا من شجع على خرق الدستور هو المحكمة الاتحادية. لو كانت المحكمة الاتحادية أيضا ملتزمة بالدستور، وعندما خرق الأعضاء مجلس النواب العراقي والحكومة الدستور، كان المفروض أن في أي فقرة في أي فقرة السيد التوقيتات الدستورية مثلا التوقيتات الدستورية توقيتات دستورية ضمنها الدستور. نعم. هذا الدستور ليش ما مشوا عليها؟ يقول 30 يوم المهنة، ماكو فقرة عندي بالدستور تقول او بالنظام الداخلي السياسي اذا تجاوز 30 يوم ماذا يترتب على الكتلة سين او على العملية السياسية؟ هل تعاد الانتخابات؟ هم سيكون الترشيح باطل ام سيكون تتغير خارطة هذه الفقرة القانونية بالترشيح رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء والتصويت على النواب؟ نرجع الخلاف تجاوز قضية المحكمة الاتحادية حاليا والقضاء بشكل عام. يمكن استاذ محمد قضية استغلال التصعيد، تصريحات من مختلف الأطراف السياسية حتى بعد أن انتهت هذه الفتنة أو كادت أن تنتهي، خرجت تصريحات من كل الأطراف السياسية تصعد الموقف من جديد، مقابل اللي ذكر أستاذ مفيد قنوات صفراء، قنوات مغرضة مدعومة خارجيا أو حتى داخليا تستغل هذا التصعيد، وهذا أشر أن الخطر ما زال قائما. جاءت هنا دعوة الحاج هادي العامري وطلب صمت إعلامي ربما من أجل التهدئة والقضاء نهائيا على جمرة هذه الفتنة. إلى أي درجة مهم الصمت الإعلامي حاليا؟
أفضل ما قام به السيد هذا العامري حقيقة هو التصريح الذي انطلق منه بالتهدئة وعدم التشنج بالتصريحات والصمت الإعلامي. الصمت الإعلامي مهم جدا، وخير دليل على ذلك ما حصل قبل حديث السيد هادي العامري بالتشنج بالأحاديث من قبل وزير السيد مقتدى الصدر، وأيضا ما قابل الإطار التنسيقي. الهدوء وعدم التصعيد والصمت الإعلامي مهم جدا أن يهدئ الأمور، لأنه أي تشنج في الأحاديث من الممكن أن يؤجج إلى شعلة لا سامح الله. نحن الآن بحاجة جدا إلى أن تكون هنالك تهدئة، والتهدئة لا تأتي من خلال التصريحات، التهدئة تأتي من خلال الصمت الإعلامي. أنا لا أتحدث، أنا من الإطار لا أتحدث، أنا من التيار الصدري لا أتحدث، أترك الأمور القانونية فقط، يعني العمل القانوني خل يسير إلى جنبا إلى جنب من أجل الوصول إلى بعض التفاهمات، إلى بعض الاتفاقات، إلى بعض. نحن الآن مثل ما حضراتكم تعرفون بأنه الآن الإطار التنسيقي مصر على أنه يعقد الجلسة خلال يوم إلى يوم الاثنين القادم. لا. هذا بالمقابل أيضا كان هنالك تصريح متشنج من وزير السيد مقتدى صدر بأن هذا خيانة، وهذا يعني بما قاله. فكان ممكن تأجيل هكذا جلسة بينما تكون هناك تهدئة أكثر. جدا ممكن. طيب جدا. صمت أو تهدئة من مختلف الأطراف السياسية بالوقت الحالي ممكن أن يفتح باب جديد للحوار؟ نعم. ممكن أن يفتح آفاق جديدة، يفتح أبواب للحوار، ممكن أن تدخل شخصيات من العقلاء من أبناء الشعب العراقي، من شيوخ العشائر، من المرجعية الدينية، من شخصيات سياسية مهمة مؤثرة، من الممكن أن تدخل على الخطوة تهدئ الأمور. لكن إذا بقى الطرفين متشنجين، لا أنا ولا حضرتك ولا أستاذ مفيد نقدر ندخل في هذا المعترك، لأنه لا أنت تسمح لي أن يعني أبدي وجهة نظري ولا سيد مفيد يسمح لي بأن، فلذلك أنا لازم أكون على جنب. لكن عندما تكون هنالك تهدئة وعدم وجود تصريحات وعدم وجود تشنجات، من الممكن أن العقلاء يدخلون ومن الممكن أن يهدون الأمور. طيب سيد مفيد، يعني المرجعية تتدخل يمكن كل ما تصل المرحلة إلى خطورة معينة كبيرة، نبقى كل يوم يروح للمرجعية وتعايد دخلي، وليش المرجعية ما تحكي، وليش المرجعية ساكتة عن فلان موضوع وكذا موضوع. مقابلها ممكن يعني التمسك بالخيارات والحلول الدستورية والقانونية، ممكن أن تجنب العراق والشعب العراقي هكذا أزمة وهكذا مخاطر؟ يعني لا يجب زج اسم المرجعية بقى الخلاف يحصل، فما دوركم أنتم يا قوة سياسية مفكرين أكاديميين يا مثقفين؟ إذا كل شيء نأتي بالمرجعية فأنتم اذهبوا، دع نعلن ولاة الفقيه وتكون المرجعية من تحكم العراق. وإن عجز السياسي عن لا يوجد عجز بقدر ما يكون هو التصلب بالمواقف، وهذه المواقف طبعا مش شخصية، ليس مواقف وطنية. أنا أقول لك كيف إحنا نجي، حتى يقول السيد محمد أنت تريد تغيير العملية السياسية، كيف تغيير العملية السياسية؟ هل نعلن نظام رئاسي أمشي به رئاسي أو يبقى العمل الديمقراطي؟ إذا بالاثنين الأولى لازم نذهب باتجاه تعديل الدستور. تعديل الدستور أي تنسف فئة من مكون ضحى طوال سنوات وعقود وثبت والطدم، أن نقول له روح أنت الله وياك، ما عندنا هيك بالمفهوم السياسي. يعني اليوم حرار تشرين ولد من الشارع ولد أحزاب اليوم مشاركة بالعملية الديمقراطية والسياسية، هذا حراك من الشارع. اليوم أنا وأنت إذا سوي لي حزب أجمع مجموعة من محبين وأنزل الشارع، من حقك أن تنفيني؟ مو من حقك، إحنا في نظام ديمقراطي، مو نظامنا الدكتاتوري مثل ما كان نظام الأوحد ورأيي ينفي الجميع وأنتم اذهبوا، وإضافة للبيانات والتغريدات اللي تدخل اللي يعني غير مطمئن إلى الطرف الآخر. هاي نقطة. النقطة الثانية، أنت تريد تسوي إصلاحات، الإصلاحات الموجودة كيف تكون إصلاحات؟ يعني أريد انتخابات مبكرة، أفتح صناديق باب الشرجي في ساحة التحرير، تعالوا خلوا انتخبوا بشار وانتخبوا محمد وانتخبوا مفيد، لا غير، عندنا سياق قانوني ونسير باتجاهه. واليوم كل العالم ينظر إلى الساحة العراقية، إذا عندنا لابد من تعديل قانون المفوضية
وتعديل والتغيير بالخارطة المفوضين. طيب. ماذا تحتاج هذه؟ تحتاج إلى أن يجلس مجلس النواب مو ويعقد جلسته ويجي يتابع عملية التعديلات الدستورية ويتابع عمليات القانون الانتخابات والمفوضين. نفس الوقت عندنا هيئة نزاهة وعندنا لجنة النزاهة في داخل البرلمان وتراقب دور مكافحة الفساد المالي والإداري. تعال يا أخوان كشفوا ملفات الفساد، سيسقط من يسقط. لازم عن طريق المؤسسة التشريعية نجي. إذا أريد أن نذهب نفس الحكومة التي ولدت لي عملية سياسية مشوهة، لا زال احنا نعيش أزمتها، صارنا تقريبا 10 أشهر بنفس الأزمة، واجيب نفس الحكومة نفس المفوضية بنفس القانون، كأنك يا أبو زيت ما غزيت. فنجي إلى أستاذ محمد، نجي إلى أن يجعد البرلمان ويقعد يسود لنا مطالب. مطالب طبعا مطالب السيد الصدر هي ذات مطالب الإطار التنسيقي، مطالب السيد الصدر هي ذات مطالب السيد المالكي، لكن الاختلاف بالتطبيق. زين خلي سماحة السيد الصدر والتيار الصدر يعطينا خارطة قانونية ودستورية لتطبيق فقراته هذه، ويقول أنا خارطة كذا، مو فقط طيب. نقاط مبهمة اللي هي مكافحة هاي مو تحتاج إلى أن تكون هاي غايات، تحتاج أن تكون وسائل للوصول إلى الغاية. الغاية لازم أن تكون نفس هي ولسم نفس الغاية الرئيسية يمكن اليوم هي حفظ الدماء العراقية بالتأكيد. يعني طيب. أستاذ بشار لو فضل. لو عجز هاي النقطة لازم احنا ننتبه عليها. نعم. لو عجز البرلمان العراقي عن التوصل إلى اتفاق، البرلمان والقوى السياسيه، لا هو القوى السياسيه بيناتهم داخل البرلمان، اكو حوارات خارج البرلمان. انا اقول البرلمان لو جلس عقد جلسه يوم الاثنين نعم. ولم يتوصل الى نتيجه، وهذا الحوار داخل اللي تفضلتوا به ما توصلوا الى اتفاق بالاراء، هل يذهب البلد الى الهاويه؟ يذهب الى الهاويه بتسميه رئيس الجمهوريه، رئيس الجمهوريه باستبدال من هم مأزومين. ليش ما نقول احنا طيب. اذا ما قدروا يتوافقوا استاذ محمد البارحه السيد الكاظم لوح بخطابه على نقطه ان اترك يكون هناك فراغ في خلو المنصب، يعني شنو رساله خطر اخرى استاذ محمد. التيار الصدري قدم العديد من التنازلات منذ بدء الأزمة حتى الآن، رغم نعم. أنه جزء من الأزمة إلا أنه قدم تنازلات أكثر من مرة يمكن صحيح. قال ما إذا شكل حكومة روحوا الإطار تشكلوها، وما نجح كما هو ما نجح أيضا، وانسحب أيضا، قال للمستقلين روحوا تشكلوا حكومة أيضا ما نجح. لا لحظة طيب. ليش خلنا هاي النقطة، الإطار أيضا ما نجح، لا ليش ما نجح الإطار حدد يوم السبت نعم. وكان يوم السبت وقت احتمال البرلمان قبل لا اسمح لي سيد مفيد قبل ما تستقيل الكتلة الصدرية الإطار لم ينجح، وبالتالي هو من يأتي بالأغلبية هذه حسبت التيار أنه قدم تنازلات نعم. الإطار أيضا قدم تنازلات في تلك الأيام باعتباره قال احنا بس نريد نشكل كتلة أكبر بتوحيد القوى الشيعية مع التيار الصدري، تنازل عن وزارات، تنازل عن مناصب كثيرة وفي سبيل تشكيل كتلة أكبر. الأطراف قدمت تنازلات لكنها لم تكن ناجعة بحل الأزمة. تشوف أنه الأطراف السياسية بحاجة إلى تقديم تنازلات أكثر وأكبر للوصول بالعراق إلى بر الأمان؟ إذا لم يقدم الأطراف السياسية والأحزاب والكتل الكبيرة تنازلات فلا يمكن الوصول الى بر الامان. الى اي درجه تنازلات تقدم؟ خلي تكون تنازل واحد، لا تنازل واحد وهو احنا وهو ان يغادر السيد المالك العراق والعمليه السياسيه. ممكن لا هي هاي هذا ما موجود سيد الفاضل. انا شلون اقدر، انا ما اقدر طيب. انفي دور التيار الصدري اليوم وخارج العمليه الانتخابيه والتشريعيه لكن موجود بالعمليات الاخرى. انا لحد اللحظه الاطار ما يريد ينفي دور التيار الصدري لان تعتبر حجر زاويه بالعمليه السياسيه اللي تقله، فكيف اجي انفي رئيس وزارات من سنوات ودور جهادي وكذا وكذا وتاريخ طويل عريض اجي انفي؟ هاي احنا في سياسه احنا تخلصنا من سياسه النفي السابقه. ما بدنا ننفي، لا مو الا دور هو دوره بالسياسه التيار الصدري. انا قلت التيار الصدري يريد ان ينفي، هذا يمكن نفي هكذا شخصيه او اي شخصيه سياسيه اخرى سياسيه، لكن ممكن التفاهم معه بالضبط. ليش لا يا اخي؟ احنا ما طولنا عراقيين جميعا نعم، والبلد هو بلد العراق، بلد العراقيين جميعا وبلدنا احنا طيب. واي خلل يصير به لا سمح الله راح يكون وبالا على الجميع وليس فقط على التيار الصدري ولا على الاطار التنسيقي. يعني لو تنازل الطرفين واللي تفضلت به، لو تنازل الطرفين بعض الاشياء بعض الامور من الممكن يتوصلون الى نتائج. يعني هسه مو شرط الا يعني الا سيد يعني السيد المالكي اعلنها اكثر من مره بانه ما يريد رئاسه وزراء،
ما رات رئيس وزراء. نعم. يعني خلي لما يجي شخصية من الإطار التنسيقي، والآن المرشح مرشح واللي تفضلت به حضرتك، يعني المرشح الإطار التنسيقي الآن ما عليه شائبة، الكل متفقين عليه. خلي يكون داخل قبة البرلمان، يكون هنالك تفاهم، يوصلون إلى نتيجة. قد يكون السيد محمد الشاع السوداني لديه أفكار تخدم الشعب العراقي. طيب هو جاب أفكار وعمل مع التيار السطحي في فترة سابقة. خلينا لا نوقف عند هذا الخلاف ما بين نور المالكي وسيد مقتدى الصدر اللي وصف بأكثر من مناسب بأنه خلاف شخصي. طيب بعد التسريبات الأخيرة يمكن أن يكون هناك صلح أو توافق أو تفاهم ما بين السيد الصدر والسيد المالكي بغض النظر عن التسريبات حقيقية أو غير حقيقية، لكن السؤال اللي يقف وراء هذه التسريبات اللي سربها واللي عمل على نشرها وبهذه الفترة استثمرها بهذه الفترة الحرجة من التاريخ السياسي العراقي، راح يسمح بأي توافق أو تفاوض بين الطرفين؟ ماكو شيء هو غير ممكن بالعمل السياسي. يعني هو ثابت فيه متغير، لكن تقع على عاتق ربما التيار الصدر. السيد مقتدى الصدر هل يستقبل السيد المالكي؟ ربما يذهب ويهاتفه لكن لا يستقبل. الرجل أيضا يخشى بنفس الوقت. أيضا لا ننسى إذا كان هناك تسريبات، لكن هناك النقود، هناك الدعوات، ولاحظنا المجسم في الخضراء للسيد المالكي وكيف يسحب بالحبل، لاحظنا هناك الكلام السري يعني بتقديم سين وصاد وصاد من القيادات السياسية الشيعية من إطار تقديمهم إلى العدالة وإلى القضاء متهمين بوحدة اثنين ثلاثة، ومن ضمنها اتهام واضح للسيد المالكي من قبل التيار. هذه الاتهامات المتبادلة اليوم ليس أنا بصورة عامة العملية السياسية برمتها كردية وسنية وشيعية هذه مسمياتها والقوميات الأخرى، أن نذهب إذا أريد عملية سياسية حقيقية ونطبق هذه الشعارات التي نطلقها عبر البيانات والفضائيات، أن نذهب باتجاه تجميد الأزمات من 2003 ولغاية الآن ولغاية هذه اللحظة اللي يتم بها اتفاق، هذه تجمد هذه الخلافات. لأن إذا أريد نطلع أنت تقول لي أنزيد وهذا تقول لي أسود وهذا هو الطرفين عندهم ملفات واحد العاخر. كل السيد المالكي كل يعني فلسطين هو رئيس حكومة أكيد عنده ملفات وهو هدد بها بأكثر من مناسبة. نعم كانت لكن رئيس لجنة النزاهة في فترة من فترات كان بها الأعرجي ولزموا بعض المناصب الحساسة. الطرفين عندهم ملفات، كل الأطراف عندهم ملفات. وأنا ليش أقول لك اليوم هذا الصراع، دعنا نجمد هذه الورقة، وصل إلى الشارع واستثمر الشارع بهذا الصراع والنتيجة كانت دماء سالت من القوات الأمنية. نعم. من الإطار، من الحشد كذلك، ومن التيار الصدري مع الأسف. المخاطر بهذا الصراع تتصاعد، ربما اليوم المرجعية كانت حاضرة لوأد هذه الفتنة، ربما في وقت آخر المرجعية قد لا تكون لديها القدرة على إيقاف هكذا حراك دموي بين الشارع. ما قلت لك إذا أريد أن نحقن دماء العراقيين اليوم نذهب باتجاه تجميد أزماتنا ونجلس على طاولة حوار مثل هذا ونجي نرسم خارطة الطريق للعملية السياسية. انتهت هل المرحلة الأولى من العملية الديمقراطية، أصبح هناك نضج، فتعال هذا النضج اليوم أصبح عندنا، نجي نقعد نتفق أن أول شيء نسوي حكومة وبرلمان يمشي للأمور القانونية وموازنات وأيضا قوة الشعب، ونجي إحنا كقيادة سياسية هو الإطار العشرة زاد سيد مقتدى أصبح 11 قيادي من قبل كمكون شيعي وكذلك السني والكردي، نجلس على هذا والمكونات الأخرى، نجي نرسم خارطة الطريق لمستقبل جديد. نجي من خلال هذه الطاولة أول شيء نعدل الدستور وفق المستجدات الجديدة، نجي بس هذا الشيء يكون ما أجي أقول أنت قلت لي البارحة حكيت عليه ولا غردت عليه، يصير تفكيرنا إيجابي. لكن للأسف إحنا العملية السياسية اللي انبنت حتى القنوات الصفراء اليوم نسميها بالصفراء هي بسبب ثقافة المتلقي اللي اليوم من نحكي كلام إيجابي ونطلق حلول ما حد يعير لك أهمية، بقدر ما من تطلق صيحات ودم وصراخ وعويل يشوف تحقيق نسبة أكثر مشاهدات. هذه نسبة المشاهدات تأتي عليها يجدون عليها أموال، لكن أموال تجنى على حساب الدم العراقي. هذه ضمن سياسة التفاهة اللي أخذت تجرف بالشارع باتجاه التافهين مع احترام السامعين ولكم، باتجاه هذا المنحى اللي يطلع ناشط مدني ويطلع المدون وأخذوا يطلقون هذه الصرخات. طيب. هنا يجب أن يقف عندها ونعكس الصورة الأخرى، الصورة الإيجابية للعملية السياسية من 2003 لغاية اليوم، نعرض إنجازاتنا ونجي نسابق على الإنجازات. هاي وحدة، نعرض برنامج جديد لعراق جديد سياسي وانتخابي، ونجي نقاطعه، نشوف هسه ذات قاطع البرامج الانتخابية والسياسية كلها متكاملة لكن تختلف بالرؤى
وتختلف فقط بالصياغه، اللغه العربيه لغه تتحمل اكثر من وجه، نجي وننضج على خط الطريق بين الاطراف السياسيه وخلاف على اليه الحل. غير هذا لا يوجد حتى لو طار شكل هسه حكومه وافق عليها التيار، بالتاكيد سنعيش ذات الازمه اليوم الموجوده اللي عشناها في فترات سابقه لم تجمد كل الازمات الموجوده في الدستور العربي. الاستاذ مفيد السعدي كنت ضيفا كريما، والشكر لكم المحلل السياسي الاستاذ محمد الربيعي، وشكر موصول لكم مشاهدينا. الى هنا وصلنا واياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام هذه التغطية، وإلى اللقاء في تغطيات أخرى.